بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الزرقاني رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم بالإسناد المذكور: الشهداء خمسة، بينها بقوله: المطعون أي الميت بالطاعون، وهو غدة كغدة البعير يخرج في الآباط والمراق، يعني الأماكن ضيقة، مراقي الإنسان الأماكن ضيق، ولذلك يتكلم الفقهاء في مسألة صلاة الجنائز قضية تغسيل الميت وتحنيطه، ويوضع بعض المواد الحافظة والتي رائحتها طيبة في مراقه، الآباط وما بين الفخذين وما إلى ذلك، هذه الأماكن. والمبطون أي الميت بمرض البطن أو الاستسقاء أو الإسهال، يعني أي مرض من أمراض البطن يدخل في ذلك الاستسقاء، يعني تنتفخ البطن معروفة لا يخرج منها شيء، نعم، والثانية الإسهال عكسها. أو الإسهال. والغرق بفتح المعجمة وكسر الراء وقاف أي الميت بالغرق، وصاحب الهدم بفتح فسكون الهدم، الميت تحته اللي يطيح عليه البناء، نعم، سرعة الهدم، يعني اللي هو يتحدث عن الشهداء ثم ذكر منهم الشهيد. الشهيد لأنه معروف لما يطلق الذي قتل في سبيل الله، نعم، ومع ذلك صرح حتى بالتكملة، قال: والشهيد في سبيل الله. والشهيد الذي قتل في سبيل الله، فكأنه قال المقتول، لأن ما فيش لزوم الأصل، يعني هو يتحدث عن الشهداء خلاص معروف بدون حتى ذكر الشهيد في الأخير، لكنه أراد أن يصرح بذلك لأنه مفهوم عند الناس، وما الناس كون لا يعرفون بقية أنواع الشهداء، وإنما الشهيد في سبيل الله لا يجهله أحد، فعبر عنه بالشهيد. ويؤيده قوله في رواية جابر بن عتيك عند المصنف فيما يأتي، عند المصنف فيما يأتي: الشهداء سبعة، الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، فلا يلزم منه حمل الشيء على نفسه. هذا كله يعني تحدث عن قضية الشهيد بعد أن ذكر كلمة الشهداء، نعم، فلا يلزم منه حمل الشيء على نفسه، فكأنه قيل الشهيد هو الشهيد، نعم، لأن قوله خمسة خبر للمبتدأ، والمعدود بعده بيان له. وأجيب أيضا بأنه من باب قوله:
أنا أبو النجم وشعري شعري، ما يعتبرش زائدة كم شاشة، يعني كأنه توكيد، وشعري هو شعري. نعم. وبأن الشهيد مكرر في كل واحد منها، فكأنه يقول الشهداء خمسة، الشهيد المبطون والشهيد بالطاعون والشهيد بالهدم إلى آخره. نعم، مكرر في كل واحد منها، فيكون من التفصيل بعد الإجمال، وتقديره الشهيد المطعون والشهيد كذا إلى آخره. ثم الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم، هذا مسألة أخرى، وكأن سائلا سأله يعني كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة، ثم يقول في حديث آخر الشهداء سبعة. نعم. ثم الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم أعلم بالأقل ثم أعلم بزيادة على ذلك، فذكرها في وقت آخر، ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك، حتى السبعة مش معناها حصر. نعم. فلا تنافي بين سبعة وخمسة، ولا بين ما ورد من نحو عشرين خصلة، عشرين خصلة شهادة بطرق جيدة وتبلغ بطرق فيها ضعف أزيد من ثلاثين. وسيكون لنا إن شاء الله تعالى عودة لذكرها في الجنائز، لأن ذلك محلها. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان، وهي رواية بشر بن عمر عن مالك عند السراج، والصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، أي من الخير والبركة، كما لأبي الشيخ من رواية الأعرج عن أبي هريرة، ثم لم يجدوا أي شيئا من وجوه الأولوية بأن يقع التساوي إلا أن يستهموا، أي يقترعوا عليه، لاستهموا أي اقترعوا. وفي رواية عبد الرزاق عن مالك لاستهموا عليهما، أي الصف الأول والأذان. فضمير عليه في هذه الرواية عائد على ما ذكر من الأذان والصف، وكأنهما شيء واحد عبر عنه بالإفراد. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، تهجير هو البدار إلى الصلاة أول وقتها وقبله وانتظارها، لاستبقوا إليه استباقا معنويا لا حسيا، لأن الحس يعني مر بنا أنه ممنوع، يعني الصلاة لازم تأتيها وأنت في حالة طمأنينة. نعم، لاقتضائه سرعة المشي وهو ممنوع. ولو يعلمون ما في العتمة، أي العشاء والصبح، أي لو يعلمون ثواب صلاتهما في جماعة لأتوهما ولو حبوا، يعني على اليدين والرجلين، اليدين والركب. نعم، كما صرح به في حديث آخر، ولو حبوا أي على المرافق والركب، مرد يعني، ولو على المرافق والركب كما في حديث أبي الدرداء عند ابن أبي شيبة. قال ابن عبد البر هذه ثلاثة أحاديث في واحد، أحدها نزع الغصن. نعم، إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. والثانية قضية الشهداء، والثاني الشهداء، والثالث لو يعلم الناس إلى آخر الحديث، هذه حكاية التهجير وقضية الصبح والعشاء، هذا كل البدار إلى الصلاة والوصول إلى المسجد قبل وقت الصلاة، يعني تلت أمور فيه الحديث هذا. هكذا يرويها جماعة رواة الموطأ، يعني مجتمع الثلاثة لا يختلفون في ذلك عن مالك، وكذلك هي محفوظة عن أبي هريرة،
وكذا رواه ابن وضاح عن يحيى، وإحنا قلنا يحيى راوين عن اثنين من المشاهير، ابن وضاح وابنه ولده عبيد الله، هذا اللي احنا نذكره في السند متاعه. رواه ابن وضاح عن يحيى، وسقط الثالث من رواية ابنه عبيد الله. إذن رواية عبيد الله ما فيهاش إلا القسم الأخير هذا، نعم، وهو ثابت. رواية ابنه عبيد الله هنا في هذا الموضع، وهو ثابت عنده في باب آخر وباب النداء انتهى. والصواب إثبات الثالث هنا حتى يكون في الأحاديث واحد مطابق للترجمة، لأن لو حولنا القسم الثالث لأصبح العنوان بدون معنى تحت شيء، نعم، لأنه العنوان إيش هو؟ حتى ما أصبح بالضبط مطابق للترجمة. فساقها الإمام كما سمعها، وإن كان غرضه منها واحدا وهو الأخير، لكن بما أن سمع الحديث بأكمله من شيوخه فأتبثه كما سمعه بأكمله، وإن كان بعض هذا الحديث لا يناسب العنوان، نعم. وإن كان غرضه منها واحدا وهو الأخير، واللذان قبله ليس بمقصودين، وكأن ابن يحيى لما رأى الثالث تقدم ظن أن ذكره تكرار محض فأسقطه، وما درى عدم مطابقة ما ذكره للترجمة، ولا شك في تقديم رواية ابن وضاح لأنه حافظ ووافقه جميع رواة مالك عليه. هنا فيه خلل في العبارة لعلكم تلاحظون، فإنه لم يكن بالحافظ. من هو اللي لم يكن بالحافظ؟ نعم، هنا فيه خلل في العبارة وفيه سقط، هو يتكلم عن عبيد الله، عبيد الله ابن يحيى هو الذي يقول فإنه لم يكن بالحافظ، وهذه تكمل لقوله لأنه حافظ، بينما وافقه على جميع رواة الموطأ وافقوا ابن وضاح، وخالفوا عبيد الله هنا وأراد أن يثبت أن عبيد الله وأقل حفظا من ابن وضاح، ولذلك عبر عنه بقوله فإنه لم يكن بالحافظ. قد أخرجه البخاري عن قتيبة بن سعيد يعني أحد تلاميذ مالك عن مالك به بتمامه، أي بالقسم الثالث كما ذكره ابن وضاح. مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة بفتح المهملة وإسكان المثلثة، ثقة عارف بالنسب لا يعرف اسمه كما مر، يعني مشهور بكنيته، أن عمر بن الخطاب فقد أباه سليمان بن أبي حثمة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عويز بن عدي بن كعب بن لوي القرش العدوي، قال ابن حبان، قال ابن حبان عفوا له صحبة، وقال ابن منده ذكر في الصحابة ولا يصح، وقال ابن عمر رحل مع أمه إلى المدينة وكان من فضلاء المسلمين وصالحيهم، واستعمله عمر على السوق وجمع الناس عليه في قيام رمضان، وذكره ابن سعد أي في طبقاته في من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عنه، يعني مرواش عنه، وذكر أباه أي ابن سعد ذكر أبا سليمان اللي هو ابن أبي حثمة ذكره في طبقاته في مسلمة الفتح أي الذين أسلموا يوم فتح مكة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، غدا إلى السوق
ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، يعني في طريقه، ولذلك استعمله عليه لقربه، استعمله أي عمر بن الخطاب استعمله على السوق، يعني في الحسبة، نعم، في مراقبة السوق لقربه. فمر عمر على الشفاء، على أمة، فمر عمر على الشفاء بكسر الشين المعجمة وبالفاء الخفيفة كما ضبطه بنقطة. قال ابن الأثير، قال ابن الأثير والمد، نعم، الشفاء. وقال غيره والقصر، أي الشفاء. بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف، القرشية العدوية، أم سليمان، حتى هذه أيضا كلفها عمر بالسوق، نعم. ولو أن بعض من كتب في ذلك ضعف هذا الخبر، قال هذا خبر لم يصح، أظنه إن لم تخن الذاكرة ابن العربي قال: وإياكم أن تصدقوا خبر تعيين هذه المرأة في هذه الوظيفة. ما عادش نعرف وين قالها، نسيت. نعم. ايوه، ربما يعبر، نعم. لكن اللي انكر هذا هو اسمه، هو ابن عرب. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل، علماء لهم عقل يبني. أم سليمان مذكورة، قيل اسمها ليلى والشفاء لقب، أسلمت قبل الهجرة وبايعت وهي من المهاجرات الأول، وكانت من عقلاء النساء وفضلاهن، وكان صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها ويقيل عندها، واتخذت له فراشا وإزارا ينام فيه، فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منهم مروان بن الحكم، وقال لها صلى الله عليه وسلم: علمي حفصة رقية النملة، وأعطاها دارا عند الحكاكين بالمدينة. هنا عندي نقصا في حكاية علمي، كتوبة علاني عندي، علمي عندكم، لا مضبوطة، هذا صحيح. وأعطاها دارا عند الحكاكين بالمدينة، فنزلتها مع ابنها سليمان، وكان عمر يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها، وربما ولاها شيئا من أمر السوق. روى عنها ابنها سليمان وابناه أبو بكر وعثمان وحفصة أم المؤمنين وغيرهم. فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح فيه، أي في هذا الحديث، تفقد الإمام رعيته في شهود الخير ولا سيما قرابته. يعني سبحان الله العظيم، يعني خليفة المؤمنين يتفقد واحد ما جاءش لصلاة الصبح، وعن خلفاء المسلمين لأن يتفقدونه من أتى الصبح فيسجلونه. إحدى الدول المجاورة هنا كان الأمن متاعها كان يراقب النوافذ في صلاة الفجر في المركب الجامعي، من اللي يفتح في الضي متاعه، كهرباء متاعه عند الفجر، معناه هذا يصلي، هذا يلزم ياخذ الحيطه منه. اما اللي يوضع شيشه الخمر الفارغه امام بابه، فهذا يعني انتهي امره، نعم، هذا تاب. فيه تفقد الإمام رعيته في شهود الخير ولا سيما قرابته.
فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه، يعني اعتذرت له وأن ترك لصلاة الفجر راه ما جاش عن فراغ، وإنما كان لتعبه ولسهره ولنعاسه يعني في الليل جملة. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. وهذا الشاهد في الموضوع كله يعني فضل صلاة الصبح وصلاة العتمة صلاة العشاء. فإذا واحد معناها لا يستطيع صلاة العشاء صلاة الصبح مع قيام الليل، فإن صلاتي العشاء والصبح أولى بالحضور من قيام الليل. أحب إلي من أن أقوم ليلة لما في ذلك من الفضل الكبير. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سليمان بن أبي حثمة عن أمه الشفاء قالت: دخل علي عمر وعندي رجلان نائمان، تعني زوجها أبا حثمة وابنها سليمان، فقال: أما صليا الصبح؟ قلت: لم يزالا يصليان حتى أصبحا، فصليا الصبح وناما، يعني في مكانهم ممشوش المسجد. فقال: لأن أشهد الصبح في جماعة أحب إلي من قيام ليلة. قال أبو عمر ابن عبد البر: خالف معمر مالكا في إسناده، والقول قول مالك. انتهى. لأنه قال عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان أن عمر، ومعمرا قال عن الزهري عن سليمان عن أمه، فهي مخالفة ظاهرة. وسياق متنه فيه خلف أيضا، إلا أن يقال إن كان محفوظا احتمل أن هذه مرة أخرى مع أبيه، فهما قصتان فلا خلف. مرة أسأل عليه بروحة، وذلك بمروره من السوق ووجود أمه في السوق فسألها عن غياب ابنها، والثانية زارها في المنزل فوجد زوجها وابنها ما زالا نائمين، فهذه قصة أخرى. قال إن كانت محفوظة. قوله مالك عن يحيى بن سعيد أي الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، واسمه بشير وقيل بشر وقيل ثعلبة الأنصاري الخزرجي، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه صحابي شهير، وأمه هند بنت المقوم ابن عبد المطلب صحابية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره مطين وابن السكن في الصحابة. وقال أبو حاتم: لا صحبة له. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع، وقلنا بعض الروايات لم يجد أحدا، كان هو من السابقين، فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس. وهذه مسألة مهمة، حتى هي يعني مع أن الوقت واضح أن تأخر، ولأن الخليفة نفسه مع انشغاله وهو الإمام جاء فلم يجد أحدا من المسجد فلم يصلي، بل انتظر الناس، وذلك حرصا على مصلحتهم، إذ يمكن أن يصلي وحده وتكتب له صلاة الجماعة، لكنه كان حريصا على إدخال الخير للرعية جميعهم. فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا. قال الباجي:
لأن من أدب الأئمة ورفقهم بالناس انتظارهم بالصلاة إذا تأخروا وتعجيلها إذا اجتمعوا، وقد فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء. فأتاه ابن أبي عمرة، ما قالش فأتيته، هو نفسه اللي يتحدث عن نفسه، ففيه التفات، قال تحول من أسلوب المخاطب المتحدث إلى الغيبة. نعم، فأتاه ابن أبي عمرة فيه التفات، فجلس إليه فسأله من هو، أي الخليفة سأل الابن هذا الرجل، فجلس إليه فسأله من هو، والأصل فأتيته فجلست، فجلست وهكذا، أي فسألني من أنا إلى آخره. فأخبره فقال ما معك من القرآن، فأخبره بما معه. انظروا، يعني الخليفة مهتم بماذا، بما يحمل هذا الطفل من القرآن، ما قالش مو قديش عنده من فلوس، نعم، ولا شي تملكوا من الأرض، سأله ماذا يحفظ من القرآن. نعم، انظروا لقضية الأولويات، نعم، ومدى اعتناء الخلفاء بمسائل الدين. فأخبره فقال ما معك من القرآن، فأخبره بما معه. فقال له عثمان من شهد، أي صلى، من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح أي صلاها في جماعة فكأنما قام الليلة، أي ليلة، فكأنما قام ليلة، يعني بالليلة كلها. قال القرطبي معناه أنه قام نصف ليلة أو ليلة، أو ليلة أو قام ليلة لم يصلي فيها العشاء والصبح في جماعة، وفي جماعة، إذ لو صلى ذلك في جماعة لا حصل له فضلها وفضل القيام. هذه واضحة طبعا، لأن لو كان دارهم اثنين ما سلم عاش ندوي عليه، نعم، حاصلات الأجور كلها، ولكن يحكى لي ما صلاش تلك الليلة، وإنما صلى العشاء في جماعة وصلى الصبح في جماعة، فكأنما قام الليلة أي كاملة، وفي تعبير الحديث نفسه ليلة. حينما قال من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، نعم، من شهد الصبح فكأنما قام ليلة، معنى لابد أن يصلى العشاء مع الصبح، إيه اثنين، وما يضطرش حتى لو لم يقم بقية الليلة، ولا يقصد مثلا في الحديث أنه من شهد الصبح فكأنما قام ليلة، معناها أنه لم يصلي العشاء، لا لا، هذه مش مطلوبة، ما تركبش أصلا. نعم، إن سياق الحديث قد يتبادل، لا 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 لا، ما تجيش هذه بكل، لأن هذه مفهومة. إذ لو صلى ذلك في جماعة لحصله فضلها وفضل القيام. وقال البيضاوي نزل صلاة كل من طرفي الليل منزلة نوافل نصف، عفوا، منزلة نوافل، منزلة نوافل نصفه، ولا يلزم منه أن يبلغ ثوابه من قام، أي يبلغ ثوابه ثواب من قام الليل كله، لأن هذا تشبيه مطلق، تشبيه مطلق مقدار الثواب، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه، يعني يكفي حتى جزء منه في قضية التشبيه، لا يضم كل يعني الميزات المشبه به، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه، ولو كان قدر الثواب والله إيش عندكم، ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والصبح جماعة، صحيح، إذا كان هو، نعم، كان أخذ بجميع وجوه أحكامه وهو لم يصلي كل الصلوات المطلوبة،
فكأن الآخر أتعب نفسه إذا كان النتيجة في حصول الأجر هي هي، فلماذا يتعب نفسه الآخر الذي صلى العتمة في جماعة وقام الليل وصلى الصبح في جماعة؟ معناها هذا أنهك جسده في غير ما فائدة إذا أخذنا بذلك. ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والصبح جماعة ما أتم منفعة في قيام الليل غير التعب. وهذا الحديث وإن كان موقوفا، لأن عثمان بن عفان اللي قالها، فله حكم الرفع، لأنه إيه لا يقال بالرأي، بطبيعة الحال لابد أن يكون استند إلى شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما قضية الأجور والتقدير وما إلى ذلك كل هذا يرجع فيه إلى الوحي، ينفع فيه الاجتهاد. أنا خلاصة يا شيخ معلش مشوارها شوية، هي لو أن صلى العشاء وصلى قيام الليل وصلى الصبح أكثر ثوابا. أكثر ثوابا طبعا، من صلى صلاة الصبح ولا العشاء فقط في جماعة، قصده بأنه من صلى العشاء والصبح فقط كأنما قام الليل. معنى ذلك أن من قام الليل زيادة عليهما أصبح أجره مضاعفا، لأن الليل زايد هذا آخر الذي صلاه. طالما الذي صلى الصبح في جماعة وصلى العشاء في جماعة يحسب له أجر من قام الليل، معنى ذلك أن من قام معهما الليلة حصل له ثواب زائد، كأنه صلى ليلتين، كأنه قام ليلتين. نعم. وهذا الحديث وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأنه لا يقال بالرأي، وقد صح مرفوعا، أخرج مسلم وأبو داود والترمذي من طريق سفيان الثوري عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان المسجد فقعد وحده، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة كان كقيام ليلة. وهذا حديث آخر يوضح المسألة أكثر. إذا كان قلنا إن صلاة الصبح يعني في وصلاة الصبح والعشاء في جماعة كأنما قام نصف ليلة، هو قال والله من صلى الصبح بس، يعني فقال: ابن أخي سمعت رسول الله يقول من صلى العشاء في جماعة فكأن نعم، هذا نصف للصبح ونصف للعشاء، إذن هو نعم نعم. دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه. بعد صلاة المغرب، وهنا عندنا الكلام في صلاة العشاء ولكن المعنى واحد، المغرب صليت، إذن الصلاة القادمة هي العشاء. فقعدت إليه فقال: ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وهذا يعني عثمان بن عفان يخبر هذا الشاب بفضل صلاتي العتمة والصبح في جماعة ليشجعه على الاستمرار في الإتيان إلى المسجد في هذا الوقت. ويظهر لنا من هذا الحديث أن هذا الشاب كان قد سبق بقية الناس، دليل حتى حصل حديث مع الخليفة، نعم، وسؤال وجواب وما إلى ذلك. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. باب إعادة الصلاة مع الإمام. وبالسند المتصل إلى عبيد الله بن يحيى قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل
يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلي معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت، أي على حالتك هذه، إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. وبه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. وبه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي، أفأصلي معه؟ فقال سعيد: نعم. فقال الرجل: فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد: أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله. وبه قال: حدثني عن مالك عن، أنا عندي مصحى عفيف بفتح العين، والذي وجدته في كتب ضبط الرجال عفيف، الله أعلم بحقيقة الأمر. السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي، أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب: نعم، فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. وبه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. قال مالك: ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا. قال الإمام الزرقاني رحمه الله: باب إعادة الصلاة مع الإمام. مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني عن رجل من بني الديل بكسر الدال وسكون الياء عند الكسائي وأبي عبيد ومحمد بن حبيب وغيرهم، وقال الأصمعي وسيباويه والأخفش وأبو حاتم وغيرهم: الدؤل بضم الدال وكسر الهمزة، وهو ابن بكر بن عبد مناف بن كنانة، يقال له بسر بضم الموحدة وسكون المهملة كما ورد عند مالك، أي في رواية الجمهور عن مالك. وأكثر الرواة عن زيد بن أسلم، وللثوري عن زيد بكسر الموحدة ومعجمة، أي بشر، نعم، كسر الموحدة الباء والمعجمة اللي هي الشين. قال أبو نعيم: والصواب ما قال مالك. ابن محجن بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم ونون، تابعي صدوق. ابن أبي محجن عن أبيه محجن عفوا ابن أبي محجن الديلي صحابي قليل الحديث، قال أبو عمر ابن عبد البر: معدود في أهل المدينة. روى عنه ابنه بسر
ويقال إنه كان في سرية زيد بن حارثة إلى حسمة في جمادى الأولى سنة 6، وبذلك جزم ابن الحداء في رجال الموطأ. نعم، ذكر ذلك ابن الحداء بالفعل، نعم، في رجال الموطأ. قال في جمادى الآخرة، نعم، لكن حكاية حسمة يعني نفس القضية. أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يصلي معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس، أي الذين صلوا معي، ألست برجل مسلم؟ قال الباجي: يحتمل الاستفهام، وهو مستبعد هذا، والرجل في المسجد جالس ومجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل الإسلام بعد، يحتمل الاستفهام ويحتمل التوبيخ وهو الأظهر. ولا يقتضي أن من لم يصلي مع الناس ليس بمسلم، إذ هذا لا يقوله أحد، وإنما هذا كما تقول للقراشي: ما لك لا تكون كريما، ألست بقراشي؟ ولا تريد نفيه من قريش، إنما توبخه على ترك أخلاقهم. قال: بلى يا رسول الله، ولكني، بين عذره، ولكني قد صليت في أهلي. ولعله كان سمع لا صلاتين في يوم ولم يعلم بالإعادة لفضل الجماعة، وهذا الظاهر واضح. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. فيه أن من قال صليت يوكل إلى قوله، لأن هذا من ندر عليه إحنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالظواهر، فأخذ بقول الرجل فصدقه. يوكل إلى قوله لقبوله صلى الله عليه وسلم منه قوله صليت، قاله ابن عبد البر. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والنسائي وابن خزيمة والحاكم كلهم من رواية مالك عن زيد به، أي بهذا السند. وأخرجه الطبراني عن عبد الله بن جرجس مرفوعا: إذا صلى أحدكم في بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلون فليصلي معهم وتكون له نافلة. مالك، نعم، صلاة الجماعة في غير المسجد، إيه، لو أتى مثلا وصلى منفردا ثم وجد جماعة يصلون في غير المسجد، يصلي معهم؟ نعم، صلي، لأنهم أجرهم أكثر من صلاة الفرد. جماعة مش مختصة بالمسجد، يعني. ها؟ جماعة مش مختصة بالمسجد. لا، ليست مختصة بمثل الجماعة، هم أكثر من شخص جماعة، لكن هذيك احنا قرناها، هذه المفاضلة بين قضية المسجد وغيره. يعني الحديث الواردة بالفارق بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة ب 25 أو 27 درجة، ابن حجر رجح على أنها في المساجد. لكن هذا قال لا يعني أن صلاة الجماعة في غير المساجد لا تربو عن صلاة الفرد، حتى لو صلى جماعة في مكان آخر، لا، في بيته جماعة، نعم. احنا قلنا في غير المسجد، إذا انتهينا، في بيتك، في جراج، في غيره، لا، صلى جماعة في بيته، ايه، ثم أدرك جماعة أخرى في غير المسجد جماعة أخرى في غير مسجد، هو صلى في غير مسجد جماعة، هيك فهمت منك أنا، صلى في بيته مثلا منفردا،
جماعة لكن مثلا اثنين مع زوجه مثلا. ايه ايه جماعة. ثم خرج والجماعة أكثر. لا لا لا. لكن المسجد يصلي. لا تتكرر لا حتى المسجد لا. ايه ولذلك حتى هذا الاحاديث كلها اولت على انه صلى منفردا ثم بعد ذلك بعض العلماء جعلوا خصوصيه للمسجد النبوي والمسجد الحرام ايه لكن في المساجد الاخرى قطعا لا في اشاره انه صلى مع ايه لكن لعله يتكلم عنها بعد ذلك مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه فقال له عبد الله بن عمر نعم صلي معه فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي يعني الفرض وين فقال له ابن عمر أو ذلك إليك ما لكم الأمر هذا أنت اللي بيحط الفرض والنفل هو المولى عز وجل فلا تشغل نفسك بذلك لأنه ليس من تخصصك أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء قال ابن حبيب ها ينويه هذه مسألة خلافية ماذا يفعل هذا الذي يعيد مع جماعة بعد أن صلى منفردا هل ينوي الفرضية حتى الأخرى أو يفوض مشهور المذهب التفويض احنا عندنا ما تعرضش لمسألة نعم ايش هي الصلاة متاعك الثانية قال ابن حبيب معناه أن الله يعلم التي يتقبلها فأما على غير وجه الاعتداد بها قال ابن حبيب معناه أن الله يعلم التي يتقبلها فأما على وجه الاعتداد ولا فأما على وجه الاعتداد بها فهي الأولى نعم هذه اللي أنت بتضرب حسابها وبتعتد بها والقبول وعدم أيدي إلى الله سبحانه وتعالى فهي الأولى ومقتضاه أنه يصلي الصلاتين بنية الفرض هذا نعم هذا رأي أيضا ولو صلى إحداهما بنية النفل لم يشك في أن الأخرى فرض طبيعة الحال قاله الباجي وقال ابن الماجشون وغيره معنى ذلك إلى الله في القبول لأنه قد يقبل النافلة دون الفريضة ويقبل الفريضة دون النافلة على حسب النية والإخلاص قال ابن عبد البر وهذا وعلى هذا لا يتدافع قول من قال الفريضة هي الأولى مع قوله ذلك إلى الله قال وروى ابن أبي ذئب عن نافع أن ابن عمر قال إن صلاته هي الأولى وظاهره مخالف لرواية مالك فيحتمل أن يكون شك في رواية مالك ثم بان له أن الأولى صلاته فرجع من شكه إلى يقين ومحال أن يرجع من شك إلى شك ومحال أن يرجع إلى شك أي من شك إلى شك مالك عن يحيى بن أبي سعيد عن يحيى بن سعيد عفوا أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي بمد الهمزة المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه قال سعيد نعم فقال الرجل فأيهما صلاتي فقال سعيد وأنت تجعلهما إنما ذلك إلى الله فأجاب سعيد سائله بمثل جواب ابن عمر سبحان الله إمام مالك يعني جاب القضية لولا يعني اللي فيها توضيح لصلاة الجماعة وفضل صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة وثم بعد ذلك بين الحديث أن الرجل إذا صلى منفردا يعيد في جماعة ذلك الرجل الذي وهو محجن الذي كان جالسا واستمر في جلوسه حتى صلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى مكانه
ثم أتى برأي الصحابي، ولا يقول هو طبعا عن اجتهاد وإنما ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يصرح به، ثم تنى بالتابعين. فالمسألة إذن كانت معلومة عند الجميع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر صحابته، وفي عصر تابعيه رضي الله عنهم. فأجاب سعيد سائله بمثل جواب ابن عمر لسائله، وقد روى ذلك وقد روي ذلك عن مالك، وروي عنه أيضا أن الأولى فرض والثانية نفل، قال الباجي وهما مبنيان على صحة رفض الصلاة بعد تمامها. هل ترتفض الصلاة بعد تمامها؟ قولان مشهور المذهب أنها لا ترتفض. فإن قلنا لا ترتفض فالأولى فرضه، وإن قلنا ترتفض جاز أن يقال بالقول الأول. وقال ابن عبد البر أجمع مالك وأصحابه أن من صلى وحده لا يؤم في تلك الصلاة، هذه مسألة أخرى، وهذا يوضح أن الأولى فرضه. وعليه جماعة أهل العلم، واختارت طائفة من أصحاب مالك أن تكون الثانية فرضه، وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم وتكون لك نافلة، أي فضيلة، كقوله تعالى نافلة لك، أي زائدة في فرائضه، وليس النفل بمعنى الاصطلاحي. وإنما لم يؤم فيها لأنه لم يدرى أيهما صلاته حقيقة، فاحتيط ألا يؤم أحدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل.